فن النحت هو فن من أقدم الفنون في التاريخ، وعلماء الآثار اكتشفوا منحوتات من العصر الحجري وقبل كده على عظام الحيوانات وغيرها. بس عادل محمود الفنان المصري اللي من الوادي الجديد بص حواليه وقرر إنه ياخده في حتة تانية. أنا بشتغل نحت على جذور النخل، اشتغلت هي هواية يعني، بدأت هواية يعني. اشتغلت قبل كده على حاجات عديدة، حاولت ان اغير من نفسي او اميز نفسي، فنظرت حواليا لقيت خامه مهمله في محافظه الوادي الجديد، خامه النخيل، حاولت ان ادخلها في اللون بتاعي، وانا كمان بعبر عن التراث المحافظه، فالخامه ساعدتني على كده، لانها خامه طبيعيه معلومه بالنسبه للناس كلها، مش مجهوله، لها مميزات كتيرة أنا اكتشفتها وأنا شغال، إنها خفيفة الوزن، صلبة في نفس الوقت، بتنتقل معايا من مكان لمكان، ما فيش منها أي صعوبة، خامة موجودة، مش هتغلبني أو أدور عليها أو كده. يعتبر ده تنظيف النخلة، أنا بقطعه مرة في السنة بعد جني البلح في فصل الشتاء، بقطعه وبنشره في العرم في الشمس فترة لا تقل عن 6 شهور عشان تأهلها للإيه، للشغل بتاعي يعني، عشان تجف بطريقة إيه صحيحة يعني، إيه في الشتاء لما بتجف براحتها يعني، فعشان كده ما بيبقاش فيها تلفيات. جذوع النخيل خامة من أكتر الخامات اللي موجودة في البلاد العربية ومعروفة عند الكبير والصغير، يمكن ده اللي خلى ناس كتير تحب تقتنيها بأشكالها المختلفة. في ناس قالت لي ممكن الأجانب اللي هم اللي يقبلوا على الموضوع، بالعكس المصريين بانتمائهم أو تشجيعهم بيقتنوا الحاجة دي، لأنهم هم فخورون بيها يعني، بيقتنوها على أساس أنهم هم مشجعين الموضوع، فدي حاجة بسطتني، لأن الفكر المصري برضو بيحتوي الفكر بتاعه، برضه هو اللي بيشجعه وبينجحه، وانا حريص انه كل معرض لازم اعمل جديد، ما يبقاش فيه ركود او تكرار او كده، لا هو الهاند ميد عامه ما فيش اي تكرار، حتى لو انت كررت الشغل القطعه نفسها بتطلع مختلفه عن الثانيه، بس انا بحاول اضيف جديد، يبقى فيه فكر جديد، في حاجات في المتناول الجميع يعني، بتبدا من 100 جنيه لاعلى حسب الشكل نفسه، حسب الشغل اللي فيه. فكره عادل من الافكار الكتير الحلوه اللي بتعبر عن تاريخنا وتراثنا، سواء في الخامات المستخدمه او الطريقه، واللي قررت الدوله انها تدعم كل الحرف اليدويه عشان تحافظ عليها وتحميها من الاندثار، من خلال معارض كتير بتنظمها وزاره التضامن زي تراثنا أو ديارنا. إيناس مختار، تان تي في.